اي منظومه لازم بالاداره بتاعتها. تمام. طب انت فاكر لما كنت بتروح انت والكابتن ابو رجيله عند الكابتن طه؟ اه. كنت بتتقابلوا فين وبتركبوا ايه؟ عند الكابتن طه؟ اه كنت انت والكابتن ابو رجيله. كنا بنركب عربيه ابو رجيله. كابتن ابو رجيله. عربيته هو اللي ومعاه السواق بتاعه. بتمشي بالميه السخنه دي ها؟ طب قول الو كده. الو. صباح الفل يا حبيبي. شفت يا عم؟ ابو الكباتن. صباح الفل يا احلى حاج في التاريخ. ربنا يخليك يا كابتن ابو رجيله، ربنا يكرمك يا كابتن. ازيك يا كابتن؟ انت استضافوك في الايام المفترجه والشهر المفترج النهارده. ازيك يا كابتن ابو رجيله؟ ازيك يا درش؟ ازيك يا حبيبي؟ ازيك يا عالمي؟ طمني على صحتك. ماشي الحال الحمد لله، شويه كده وشويه كده، بعيدا عن الهجمات المرتده. ربنا يكرمك. طب دلوقتي اللواء عبد المنعم الحاج قاعد مستنيك من بدري عشان تروح له الكابتن طه، مستنيكوا على الغدا. الكابتن طه زمانه لم السفره كلها. اخبارك ايه يا كابتن؟ الكلام ده كان ايام العز، بقى دلوقتي مفيش. ما في كله سندوتش. حد بيعزم حد دلوقتي. سندوتشات بس كده خفيف. ولا حاجة على الهوا كده، يقول لك اعزمك وتعالى ومش عارف ايه وبعد كده ينساك. كابتن ابو رجيله، انت شايف الزمن الجميل اللي انتوا كنتوا قريبين منه؟ يعني انا مثلا بسمع ان كابتن اللواء عبد المنعم الحاج لما انت وكابتن ابو رجيله بيروحوا للكابتن طه البيت وفي ود وحب بينكم وبعض. احنا على ايامنا كنت بروح انا والكابتن زيزو وكابتن حسن شحاته وكابتن خطيب وكل النجوم اللي انت شايفها دي، كنا بنتقابل مع بعض كلنا. انت شايف ان الحاجات دي انقرضت خلاص ودي اللي مأثره على مستوى الكوره؟ انا شايف ان لا يمكن حد هيرجعنا للزمن القديم يعني. اه ليه؟ انا دخلت نادي الزمالك في 52 54 كان موجود طه الطوخي وكان موجود الكابتن عبد المنعم الحاج وكان في مكتوب زكي عثمان وكان الكابتن كان حسين زكي وكابتن رأفت عطيه وكابتن احمد مصطفى وكابتن حنفي بسطان والاسماء الكبيره دي، وكنت بشوف مجموعه كبيره كابتن احمد مكاوي ومجموعه كبيره ومحمد الجندي بييجوا للكابتن حنفي بسطان يقعدوا معاه بالليل. كابتن صالح. كابتن صالح سليم كان صديق حنف كابتن حلمي الله يرحمه ويحسن اليه، وكان لما بيكون عايز حاجه ومش عارف يعملها او متى كان بيرفع السماعه يقول للكابتن حلمي عشان ياخد رايه فيها. يا سلام. زمان كانت الدنيا يعني مجلس انا فاكر مجلس الاداره كنا في مباراه بيننا وبين النادي الاهلي وكان على تاثير بالترتيب الدوري كسبنا النادي الاهلي ومع بره، ورحت النادي الزمالك في لقيت كل مجلس اداره النادي الاهلي موجوده بقى الشريعه والمجموعه دي موجودين مع الكابتن حلمي بيباركوا له. يا سلام. الزمان لا يعني في اغنيه بتقول لك عايز زمان ارجع الزمان. اه والله الدنيا اتغيرت خالص. وبعدين الكابتن طه الكابتن طه الطوخي والناس دي كانوا اصحاب الكابتن عبد المنعم الحاج الناس الكبار دي، وبعدين الكابتن عبد المنعم اتنقل من عندنا راح نادي الترسانه. لا الكابتن عبد المنعم حاج يعني وكان طه الطوخي والناس الكبيره دي القديمه الله يرحمهم يحسن امام ناس ربنا يديه الصحه الكابتن طه كابتن عبد المنعم الدنيا دي اتغيرت خالص. يعني اللي مخلينا ماسكين نفسينا ان احنا الجمعيه بتاعتنا ديت فيها الاسماء اللي انت قلتها كلها. نعم. لما بنقعد كده ونشوف الكابتن عبد المنعم والكابتن شوبير والكابتن عبد العزيز وربيع ومجموعه المجلس كلها بتبقى يعني كاننا بنفكر من ايام زمان، لان احنا ايام زمان ما كناش بنقبض ماديات كبيره لكن كنا محتاجين حاجه ممكن تميل على فلان او تميل على فلان وتروح تغدى عند فلان تفطر عند فلان. الاسبوع ما بيفوتش الا لما يكون احنا موجودين مع بعضينا في اي مكان. طب انت ميلت على سيادة اللي هو كم مرة كده طلبت منه تتغدى او تاخد منه فلوس؟ كم مرة ميلت عليه؟ انا من غير ما اقول له هو عارف كم. بيشوف حركاتك يعني. يجي لي المقطم هو وانا نفضه بقى. طب ما تقول لنا عن المقطم. انا عندي فوق روف جامد جدا. ابحث عليه بشوية ما اكل وشرب وبتاع، ما هو والكابتن عبد العزيز عبد الشاف والمجموعه الكبيره ديت و طب امال انا فين يا كابتن ابو رجيله؟ نعم؟ انا فين؟ انت؟ اه هتجيبه معانا يا كابتن بعد كده. نعم؟ هتجيبه معانا يا كابتن.
كابتن مصطفى؟ اه. هو في فرقه بتنفع من غير جناح؟ شفت يا عم بقى؟ بس دلوقتي جناح مكسور. مفيش فرقه تنفع من غير جناح. ومين اللي هيرفع لنا الحمام؟ ربنا يديك الصحه والعافيه. قول لنا بقى على نادره من نوادرك مع سياده اللواء عبد المنعم الحاج. لا كابتن عبد المنعم الحاج انا عاشرته كمان، يعني عاشرته هو لعيب. اه. وعاشرته في قطر، انا ما كنت شغالين في قطر. ايوه ايوه. في نادي الريان والنهضه. في قطر. فهو كان بالنسبه لي الاخ الكبير اللي انا باخد رايه في كل حاجه يعني. لكن كابتن عبد المنعم الحاج بسم الله يعني احترام ما بعد احترام، يعني كل اللعيبه بتوع زمان دول لازم تقف وتعمل تعظيم سلام. مش عايزه كلام، مش عاوزه كلام، مش عاوزه كلام. الحمد لله الحمد لله انا شبعان من اللعيبه القدام دول، لاني الدنيا كلها. انا هحكي لها حكايه صغيره كده. اتفضل. انا مره كنت رايح احجز في شركه طيران السعودي في شارع قصر النيل قدام مستشفى قدام سينما قصر النيل. اه. بعد ما خلصت الحجز ورحت اركب مع السواق بتاع العربيه بتاعتي، فعربيتي واقفه عند سينما قصر النيل. لقيت واحد بيخبط عليا على الازاز، تخبيت فبصص لي كده، لقيت الكابتن صالح سليم كان معدي من الشارع لقاني. يا سلام. جاي يسلم عليا انا، جاي يسلم على برجيلي. فانا بفتح الباب، قال لي والله ما تفتح الباب، افتح الازاز سلم عليا وبسنه، قال له شد حيلك وربنا يكرمك. ده لان انا شفت الكابتن صالح سليم كلاعب، ولما كنت في السعوديه قابلته عند الامير عبد الله الفيصل. مظبوط. فاحنا كنا ورحت العزا بتاعهم، يعني زمان الدنيا كانت احسن من كده كتير قوي 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 يعني. ربنا يديك الصحه والعافيه. كابتن مصطفى يا اوفرتش يا احسن اوفر في العالم. ربنا، ما احنا المكنه بتاعه الاوفرات عطلت دلوقتي خلاص. ايوه. ربنا يكرمك كابتن ابو رجيل. الله يخليك يا مصطفى. كابتن عبد المنعم ربنا يديك الصحه ويحميك يا رب. ربنا يخليك يا ابو كباتن. وانا بشكركم هنا على الحاله الانسانيه اللي بتعملوها لقدامى اللعيبه من خلال الجمعيه، وده عمل انساني عظيم، وربنا يجعله ميزان حسناتكم يا رب. يا رب. الاستاذ محمد الجرجاوي والمجموعه اللي كل المجموعه اللي معاك. اه كلهم ناس على اعلى مستوى، وكلهم بسم الله ما شاء الله بيحاولوا بقدر الامكان انهم يسعدوا الناس، والحمد لله احنا في الايام المفترجه والعيد والشهر رمضان بنبعت الفلوس والحاجات لغايه الناس لغايه البيت. ربنا يدينا الصحه ونكمل المشوار. ربنا يقدرك ان شاء الله ويقدركم جميعا، ومن هنا بنقدم لكم تحيه للعمل الانساني الجميل اللي انتوا بتعملوه. شكرا يا حبيبي. شكرا كابتن. مين من جيلك اللي انت